الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على القرض العربي البالغ 50 مليون دينار كويتي أو ما يعادل 165 مليون دولار أمريكي كانت بمثابة البشرى السارة للبنانيين، خصوصا لذوي الدخل المحدود والمتوسط في ظل الضائقة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يعيشها اللبنانيون. المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب شرح لتلفزيون لبنان شروط الحصول على هذا القرض. فقط لبناني القروض بتنعطى لإله، الغير لبنانيين ما بيقدروا يستفيدوا من هذه القروض. ما المفروض المقترض يكون مستفيد من قرض مدعوم سابق؟ الشقة ما لازم تكون أكثر من 150 متر، و مدخول في عندك اليوم المينيموم الحد الأدنى 1500 دولار، وفي عندك الحد الأقصى 2500 دولار، على أن يدفع المقترض السند، المقترض السند تبعه بالدولار الأمريكي فقط بالعملة اللي هو أخذ استلامها من المصرف الإسكان، وعلى مراحل تقدر تكون المرحلة الأكبر لعشرين سنة. وهون ما عم نقول المعاش، لأنه يعني واحدا اليوم اللبنانيين مثل ما بتعرفي كقطاع عام وقطاع خاص عنده معاشات 1500 دولار. نحن عم نقول مدخول العائلة، الكفيل بيقدر يعطي كفيلته حتى يقدر يأمن 300-400 دولار بالشهر لحتى نتفادى كل المراجعات والتدخلات وللي بيسموها الطريقة اللبنانية الواسطات. خلقنا موقع إلكتروني ويب سايت اسمه bank-habitat.com.lb، للي بيهمه الأمر بيفوت على هذا الموقع الإلكتروني وبيطلع على محل اسمه منصة. على المنصة بتكون يا ليرة اللبناني يا بالدولار الأمريكي، وعلى المنصة في عندك الشروط كلها اللي ذكرناها، وفي أكثر أوراق وسندات وإفادة عقارية وإلى ما هنالك. وإذا استوفى كل عالشروط وجاب كل المستندات المطلوبة مش بحاجة لحدا ولا لأي مراجعة من حدا، بيقدر يحصل على الشيك تبعه بدون ما يقول جميلة حدا. مفروض يستفاد 6000 وحدة سكنية، يعني 6000 عائلة. إذا اعتبرنا العائلة مألفين من أربع أشخاص وضربتي اليوم على 6000 عائلة بأربع أشخاص بيطلع عندك 250000 شخص، 240000 شخص، يعني 240000 شخص، يعني 10% من الشعب اللبناني سيستفيد. هذا بركة أمل، مثل ما بتشوفي اليوم محطوطة، اليوم رجع النور، رجع الأمل للبنانيين. حبيب توجه بخالص الشكر والامتنان إلى الدول العربية الشقيقة عموما وإلى دولة الكويت خصوصا التي لطالما وقفت إلى جانب لبنان في أصعب ظروفه.